السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا تجربة الجهاز الكاشف أو الكاشف الاحترافي مع الملف 70x40. طبعا أنا صنعت الملف صراحة على طاولة وسطية في البيت، لقيتها مناسبة. فهاي صورة الملف وهاي صورة الجهاز مربوط مع الملف. راح نجرب ان شاء الله تعالى الملف، بنشوف كيف وضعه على غطاء ستانلس معي، غطاء ستانلس. راح اجربه على الجهاز ان شاء الله تعالى. الان حقيقة يعني على هذا الغطاء جاب تقريبا بحدود متر او اكثر شوي عمق. طبعا زي ما حكينا، الكاشف الكافي او الكاشف الاحترافي، الكاشف الكافي المعدل او الاحترافي، هو جهاز يميز بين الذهب والمعادن الاخرى. الان هذا الحكي تحت الارض، لكن فوق الارض هو يميز فقط الحديد ويبرز الحديد مثلا. فاحنا صورنا غطاء ستانلس وكان يعتبره مجموعة مغايرة للحديد. الآن كان يزيد الصوت عنا على قطعة الستانلس أو غطاء ستانلس. الآن راح نجرب على متر من حديد وراح نشوف الفرق بينهم. الآن بنشوف الصوت انتهى وانخفض الضوء نهائيا عند اقتراب المتر. لاحظنا انتهاء الصوت تماما والضوء تماما عند اقتراب المتر من الملف. لكن لو اتينا بغطاء ستانلس،